الآن أنا ما أريد أن أقوله أنه إحنا أمام مرحلة تاريخية خطيرة ومهمة. نعم. هنالك صراع أنا في نظري ليس عندي أدنى شك فيه، هذه ليست تمثيلية. عندما تطلع كلينتون شو قالت في الآيباك؟ قالت جملة مهمة جدا وتستحق تحليل من مراكز الدراسات العربية، جملة واحدة، قالت أنا أنصح شركائنا وأصدقائنا وأحبائنا، طبعا تقصد العدو، بأن عليهم عمل تنازلات هامة لأن الوضع لن يستمر لثلاث أسباب: ديموغرافية، أيديولوجية، تقنية. شو المقصود؟ ديموغرافية أن العرب سيصبحون أكثرية في ظل الاحتلال ولن تبقى إسرائيل لمسمى إسرائيل دولة يهودية. نعم. هذا الديموغرافيا. إذا ظل الوضع بعد 30 سنة أنتم ستصبحوا أقلية. ثانيا أيديولوجية. هنالك صراع أيديولوجي بين اهتمام المسلمين والمسيحيين في العالم بالقدس والحفاظ والديانات التي ولدت في هذه البلاد اللي هي فلسطين، بلاد المقدسة. الثالث هو الأهم عندي أنا، التقنية، أسباب تكنولوجية. هي قالت أسباب تكنولوجية ولم تفسرها. التقنية التي تتكلم عنها هي تقنية الصواريخ، وألمحت تلميحا فيما بعد إلى وجود صواريخ. الصواريخ ليس فقط صواريخ حزب الله، وهي صواريخ مباركة، ما في يعني إذا كان هنالك 20,000 أتمنى أن يصبحوا 100,000، وكلما زادوا كلما أرهبنا العدو، هذا في 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 كتابنا. المهم أنا أقول أن هذه التقنية التي تتكلم عنها هي تقنية القدرة العربية المحيطة فيها ابتداء من إيران وتركيا. لا تستبعديها، تركيا ستصبح عدوة متطرفة وليس فقط محايدة بعد أن كانت في ظل الحكم العسكري في إيران دولة صديقة للعدو، ستصبح دولة متطرفة أكثر وتصبح دولة متطرفة للحق أكثر، امتدادا إلى الدول العربية كلها المجاورة. العدو يدرك وأمريكا تدرك أن كل سلاح يعطى لأي قوة عربية أو جيش عربي في المستقبل سيستعمل ضد العدو. لذلك لحد اليوم عم يبحثوا إذا يعطوا نوع معين من الأسلحة لدول الخليج، إنه هذا سيعملوا استثناء ليعطوها لدول والعدو يقول لهم لا، لأنه كل سلاح بتعطوهم يا مستقبلا سيحول إلينا لأن الوضع لن يستمر كما هو عليه. فإذا هنالك وأيضا التطور التقني في كل المجالات. هاي الأمة العربية أمة عظيمة. إحنا اخترعنا، أنا امبارح قلت في مؤتمر الإنترنت، البت اللي هي أساس الإنترنت الصفر والواحد اخترعها العرب. نحن بدون العرب لم يكن يوجد إنترنت. إحنا اخترعنا كل علوم البشرية والحضارة. هذه الأمة العظيمة خلال الطفرة المرة، مثلا أنا ذكرت كان كله الانتقاد أنه إحنا بالإنترنت وجودنا قليل جدا وضئيل ولا يزيد عن 10%. قلت يا جماعة خدتوا هالرقم، خذوا الرقم المقابله، معدل زيادة الدخول إلى الإنترنت في العالم من 2000 إلى 2008 هو 300%. العالم كله زادت نسبة تواجده على الإنترنت 300%. في الوطن العربي كام؟ 1200، أربع أضعاف المعدل العالمي. أين هي أعلى نسبة معرفة الخليجية المنطقة العربية كلها؟ في فلسطين المحتلة، عند المواطن الفلسطيني. أنا لا أتكلم عند الاحتلال. المواطن في غزة وفي الضفة وفي فلسطين رقم واحد في أعلى نسبة من الدخول على الإنترنت. هذا الإنسان العربي إنسان عظيم، شوهوه وحولوه إلى أداء أنه هو إنسان متخلف وأنه هنالك تفوق عند العدو. العدو الإسرائيلي أنا ألاقيهم في المؤتمرات وفي الندوات في العالم ويشعروا بعقدة النقص، مش بعقدة الخوف فقط، عندهم عقدة السيكوريتي الأمان، لا عندهم نقطة النقص. هو يعرف حاله أنه متخلف، أنه هو عايش بارازايت على الدعم الأمريكي. أول شيء بيعمله كل رئيس وزراء إسرائيلي منتخب أنه يروح لأمريكا ويجدد اتفاقية التعاون التقني، يعني يستفيد من كل التقنيات الأمريكية مجانا. ما عنده اختراع، ما عنده إبداع، ما في اختراع.
نعم، بدك تسمح لي أن توقف مع فاصل إعلاني قصير، نعود بعده ونتابع في هذا الحوار الشيق أيضا، نتابع في موضوع القضية، في موضوع زوال الاحتلال، في موضوع حق العودة، في موضوع ما الذي يجري يعني وما هو المطلوب من العرب اليوم في هذا الإطار، وننتقل أيضا للحديث في النقطة الأخيرة للعناوين اللي طرحناها التي هي أهمية الإعلام واللغات في الصراع. بريك إعلاني ونتابع. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وأتابع الحوار مع ضيفي دكتور طلال أبو غزالة، أهلا وسهلا فيك من جديد. بالعودة إلى فلسطين وإلى الأراضي المحتلة، طيب اليوم في خلافات، ما بعرف إذا ستقبل معي بأن هناك خلافات داخلية فلسطينية أو اختلاف إذا جاز التعبير بين خطين متساويين، والخطوط المتساوية لا تلتقي عادة، في اختلاف في التعاطي، في كنت قد انتقدت ايضا في موضوع في مفاوضات سلام، في تعابير لغويه انت ترفضها نستعملها في الاعلام ويستعملها القاده العرب حتى في هذا الامر، في ما بنشوف الا مبادره بتنحط على الطاوله وبترجع بتنسحب ومنلوح فيها، وهو اصلا العدو قايل انها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، و وبدنا بنفس الوقت نسترجع أرضنا ونزيل الاحتلال. كيف بيلتقوا هؤلاء العناصر مع بعضهم؟ أنا شايف أنه كان المشكلة مثل ما تفضلت أنه في خطوط لا تلتقي. صحيح. الآن بدأ الكونفرجنس وبدأت كل الخطوط تتجه إلى اتجاه واحد بما فيها القيادات السياسية. ليش؟ التعنت المطلق وعندما وصل إلى مواضيع لا تقبل المزح لأنها تمس بالمشاعر الدينية والتاريخية والثقافية والآخر، واستفزاز للكرامة كما حصل مع أمريكا، هنالك استفزاز وتحدي للشعور العربي والشعور والكرامة العربية والإسلامية والمسيحية. أيضا نحن الآن بدأنا نرى أن هذا الخط اللي كان ماشي ورافض ماشي بالسلام فقط ويقول ما ليس هنالك حل وهو اجتهاد لا أوافق عليه ولكنه اجتهاد، والخط الآخر يقول أنا عندي عملية تحرير من احتلال وليس عندي مجال للمفاوضة في حقوقي كدولة كوطن محتل، بدأ التحول في خط المفاوضة إلى اتجاه التحرير. وقد سمعنا، كيف لمست هذا الأمر؟ أنا سمعت تصريحات رسمية كثيرة من مسؤولين من السلطة يقولوا يرجعوا يقولوا بالحق في المقاومة للاحتلال، ورجعوا يتكلموا أن خيار المفاوضات ليس هو الخيار الوحيد. إحنا أخطأنا عندما كانت المفاوض يقول أن خيار السلام هو الخيار الوحيد. ما حدا بيحط خيار وحيد، أنت بتحطي كل الأسلحة اللي لديك، التفاوض، المقاومة، الحوار، الاعتراض، كل الأسلحة، مش بس أنا وياك خلينا بس نتفاوض. نتفاوض على إيش؟ نتفاوض مع عدو. يجب أن ننسى أن هذا التفاوض مع عدو لأنه محتل، هو ليس تفاوض بين نزاع الشرق الأوسط. شو نزاع الشرق؟ وين في نزاع؟ ما هو لما واحد بيقول لي نزاع الشرق الأوسط كذبتين في كلمتين. أولا ما في شيء اسمه نزاع، في شيء اسمه احتلال لفلسطين وبعض الأراضي العربية، والثاني ما في شيء اسمه شرق الأوسط. شو الشرق الأوسط؟ لا، في شيء اسمه صراع عربي إسرائيلي. ما في صراع عربي إسرائيلي. شو هو الصراع العربي إسرائيلي؟ ما في، في احتلال سبب هذا الوضع اللي موجود نحن فيه، بس ما لازم نسميه بما يسميه العدو. العدو بسميه صراع بين العرب وبين اليهود. ما في صراع، في احتلال يجب ان يزول، انتهينا. بس العرب معتبرين حالهم انه هن معنيين بالامر لانه فلسطين هي القضيه المركزيه طبعاً وهي طبعاً. ولذلك الاساسيه. اقول بدا الكونفرجنس لما نحن نتكلم، يعني الخطوط هاي اللي كانت متوازيه ولن تلتقي الان بدات تلتقي عند نقطه واحده تقول ان الان امام عودة إلى الأساس. ما هو الأساس؟ الأساس أنه كان في شيء اسمه فلسطين. أنا في مكتبي في شهادة ميلادي مكتوب عليها شهادة ميلاد فلان الفلاني تاريخ كذا حكومة فلسطين، ومعلقة في مكتبي موجودة على موقعي على الإنترنت. أنا ولدت في فلسطين. أنا الآن نحن يجب أن نعود إلى الأساسيات، نعود إلى أساس المشكلة. كان هنالك دولة فلسطين ولدت أنا فيها، وكانت سنة 48
موجودة، وسنة 38 عندما أنا ولدت موجودة، وكانت موجودة قبل، ولم يكن في فلسطين أكثر من 120 ألف يهودي.